اهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني ومشرفني الكابتن الكبير محمد حشيش نجم مصر نجم النادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه يا كابتن. اهلا بيك. تعال نتكلم على هشام محمد شويه والصفقه والاقاويل والفلوس. قول لي شايف الصفقه ازاي؟ طبعا هي صفقه ممتازه في راي الشارع. تمام. صفقه ممتازه طبعا. لعيب محترم. انا ما اعرفش طبعا النادي الاهلي فرط فيه قبل كده ازاي. ممكن تكون برضو نتيجه لظروف معينه، موضوع الاعاره في الاول وبعدين بيع وبعدين وممكن مستوى اللاعب بيتطور. ممكن ممكن برضو باللعب لما خد الفرصه كامله بقى على مستوى عالي. برضو ما انساش ان هو برضو لعيب منتخب قبل كده، منتخب ناشئين ولعب كاس عالم ناشئين اللي هو اللي كان في القاهره. تمام. برضو لعيبه المنتخبات بتبقى لعيبه مميزه. بس هي برضو ممكن تكون ظروف زي ما انت بتقول، ظروف التوقيت اللي سابه النادي الاهلي فيها اللي كانوا معاه ساعتها. ممكن يكون في مكانه كان في ناس متفوقه، وفعلا كان في ناس متفوقه في مكانه، اثبت ان هو لعيب جدير بالنادي الاهلي. طبعا شافوا صفقه كويسه، محتاجينه في المركز بتاعه، الديفندرات اللي هي بتكمل، ودي حاجه مهمه جدا يعني. فاعتقد ان يعني رجع لبيته تاني، واتمنى ان هو يعني يكون على مستوى النادي الاهلي تاني ويكمل بصوره كويسه يعني. طيب بالنسبه للقيمه بتاعته، بص احنا في فتره احتراف. انا بكلمك اهو يعني مفيش حاجه ما بنتكلمش فيها. يعني بنتكلم اهو بمنتهى الصراحه قدام حضرتك. بص دي بتخضع، انت عارف دلوقتي سوق اللعيبه بالظبط، والعرض والطلب زي ما بيقولوا. فهي قيمه، واللي بيحددها طب النادي صاحب اللعيب دلوقتي، وهو طبعا نادي المقاصة، هو اللي حدد القيمة التسويقية بتاع اللعيب. طبعا في أندية ثانية واحنا عارفين طبعا كانت تتبارى انها عايزة برضو تحصل على توقيع اللاعب. طبعا اعتقد ان هشام طبعا راجل اهلاوي بالفطره وبالطبيعه، ولاعيب اساسا النادي الاهلي. فاعتقد رجوعه للنادي الاهلي ده زي ما بقول لك ده مكسب كبير يعني. يا ريت ان الناس كلها تتكلم بقى في النواحي الفنيه واحتياج النادي الاهلي، تبعد عن ده بكام وده مش بكام وكام، لان احنا ممكن بنعوض بعد كده الصفقه دي في بيع لعيبه ممكن تعوض، ممكن يمكن تعمل برضه فائض للنادي الاهلي اكيد. فهي ظروف انتقال اللاعب او انضمام اللاعب في التوقيت ده زي ما بقول لك بتخضع للعرض والطلب. يعني واللي حدد القيمه دي هي الراجل صاحب اللعيب، او اللي هو اللي صاحب الحق في اللعيب ان هو يحدد سعره كام يعني. هو لعيب متميز، كان تقريبا من احسن اللعيبه اللي موجوده في المقصه. انا كفايه ان انا اقول لك ان الفتره اللي فاتت المقصه بسببه. طبعا. فممكن يكون الرقم ده يعني مبالغ فيه من ناحيه المقاصه، لانهم لو ما حدش دفع المبلغ ده فانا اللعيب بتاعي موجود وانا استفيد بيه، وخصوصا ان انا بلعب في افريقيا كمان. والله جاب المبلغ اللي انا طلبته وماشي، اوكي خير وبركه، ممكن اقدر اعوض اللعيب بلعيبه ثانيه. طب تعال نرجع شويه او نقول العكس. هشام محمد الاهلي ما خدوش عشان مبالغ فيه تمام في قيمته الماليه. تمام. وخدوا نادي تاني. تمام. وتفوق في النادي التاني. لا مش هو تفوق، احنا مش هنقول تفوق، احنا هنقول دلوقتي حاليا زي ما حصل قبل كده. طب. في لعيبه كان النادي الاهلي عايزها. تمام. اتعطلت شويه المفاوضات، راح نادي تاني. تمام. النادي الاهلي اتسلخ. انتوا اصل انتوا ما بتعرفوش تخلصوا، اصل انتوا بطاء، اصل انتوا مش عارف ايه. بعد كده كذا صفقه ما حدش بيتكلم، اجابات لا ما فيش، لا تمام ما فيش اجابات بنتكلم فيها. ما احنا كده هنرجع لايه؟ لا انا بكلمك بقى، تعالى نقول بقى ان هشام محمد خلاص يا جماعه، احنا هشام محمد بصراحه كانت الفلوس كتير قوي، شكرا نادي المقصه، وراح واخده نادي تاني باقل مثلا مليون. صحيح. كان هيبقى الكلام ازاي؟ لا كان هيبقى في تقطيع جامد. تقطيع جامد طبعا من المجموعه او القله اللي احنا بنقول عليها اللي هي دايما اللي عايزه هي. اللي هي هي. بص اللي هو مش يعني ما عجبوش العجب، عايز كذا يقطع. انا بدات الانترو اللي ما عجبوش العجب حتى والله. والله يعني فعلا اللي هو عايز يعني مش في جميع الاحوال مش عاجبه. ليه؟ لان هو اساسا مش مقتنع بالوضع. فاي حاجه هتتعمل ايجابيات هتبقى عاديه، سلبيات كارثه. انت فاهم ازاي؟ احنا ممكن يبقى لك ايجابيات، اي حد في الدنيا له ايجابيات وسلبيات. بس مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيظهر الايجابيات؟ ومين اللي بيظهر السلبيات؟ ومين اللي بينيم الايجابيات ويخليها دي عاديه؟ دي حاجه عاديه. فاهم ازاي؟ القصه مختلفه، قصه مختلفه تماما. اكيد. فعايز اقول لك ان بس ده برضو عشان نبقى برضو متوازنين في الكلام بتاعنا، احنا ده بيدي برضو
يعني انذار للمديرين الفنيين او المسؤولين ان هو برضو يعني عشان يفرط في لعيب لازم يبقى في لجنه وناس كويسه قوي وناس بتعرف تبص كويس وبتعرف تقرا على اللونج ران النادي الاهلي هيبقى محتاج ايه ومش محتاج ايه، لان انت ممكن يبقى السعر اكتر من كده ويعني النادي الاهلي قدراته مثلا في الفتره دي ما تقدرش تدفع الكلام ده، فممكن اللعيب بتاعك ينتقل وهيبقى في الاخر برضو ان ده لعيب ابن النادي ولعيب كان في النادي وانت استغنيت عنه. هيدخلني في حته صغيره دلوقتي برضو لازم اقولها. اتفضل. ان برضو قطاع الناشئين في النادي الاهلي سمعنا في الفتره الاخرانيه ان في مساله دمج. موضوع الدمج ده النادي الاهلي هيفرط في لعيبه كتير. تمام. يمكن ال 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 دمج الاعمار يعني الأعمار. 2006 و2005 يبقوا حاجه واحده، 2003 و2004 مع بعض، 2-1 2099 97 و98. تمام. الجهاز الفني اللي جه او رئيس قطاع الناشئين والجهاز بتاعه اللي هو الدكتور عمرو طبعا، وهو طبعا على راجل يعني ما يختلفش عليه اثنين يعني. هم جم وقرروا القرار ده. طب ليه يا كابتن؟ ما انا مش عارف، وللاسف هم يعني ما شافوش اللعيبه خلال السنين اللي فاتت او السنه اللي فاتت على الاقل يعني على اقل تقدير. فعملوا الدمج. بعد كده شايفها ظاهره صحيه ولا ليها سلبيات؟ ليها سلبيات طبعا كبيره، وانا حاسس ان الفتره الاخيره كمان الدكتور عمرو ابتدى يعني يتراجع عن الموضوع ده، ففك تاني يعني فك تاني الفرق يعني 99 مع 2000 رجع ال 2000. حلو. الفتره اللي فاتت سمعنا انه هيرجع كمان الثلاثه والاربعه فاضل اللي هي فرقه 2002. تمام. نامل انها ترجع، لان انا سمعت برضو من خلال يعني مركزي كمنطقه القاهره ومدير التنفيذ منطقه القاهره ان في ولاد من النادي الاهلي ابتدوا يمضوا في انديه ثانيه في انبي وفي المقاولين وفي حتت كتير، لان انا موجود وعارف طبعا ليه علاقه بالانديه كلها. ده تلاقي كابتن محمدين قاعد، امام محمدين قاعد فعلا مستنيين، وفي ناس اوريدي مضت بس مستنيين القايمه اول ما تظهر، مش موجود يبقى اللاعب بتاعهم. اللعيبه دي بقى لها 7 و8 سنين في النادي الاهلي من الاكاديميه للقطاع للبراعم للمسابقات، شربوا الميه في النادي طبعا وتعودوا وخدوا خلاص حفظوا مبادئ النادي الاهلي وحابين النادي الاهلي. ف يعني ما ينفعش ان انا في يوم وليله بجره قلم او بقرار ان انا اسيب النادي. طب ما تدي فرصه. انا كان في تفكيري ان هم هيسيبوا الوضع كما هو عليه بس لغايه ما يشوفوا السنه دي ايه الوضع والسنه الجايه يبتدي، لان انت عارف الدمج ده بيبقى على مراحل. بالزبط. لازم اشوف انا بعيني كويس، لان انا مش هعتمد على تقرير مدرب بتاع السنه اللي فاتت. انت عارف المدربين ممكن يبقى لهم اهواء شخصيه. بالزبط. بعض المدربين مش كلهم يعني. بالظبط. اكيد في لعيبه كمان خصوصا السن الصغير ميدو بيبقى في مرحله نمو. يعني انت عارف السن الصغير ده وانت دربت فرق ناشئين فتره كبيره بيفرق. الله ينور عليك. شهر عن شهر، فما بالك سنه. في ناس لسه ما وصلتش لسن البلوغ اللي بينمو الجسم فيه. فالسن ده خطير. لو انت عايز تدمج ادمج الفرق الكبيره اللي هي 97 و98، لان انت عارف كويس قوي ان اللعيب وصل ل 17 و18 سنه خلاص، لو مش كويس يبقى مش هيبقى كويس. بالظبط. مع السلامه. لو كويس لازم يلعب درجه اولى. بالظبط. واحنا تعودنا على كده طول عمرنا في الناشئين. وكان من واحنا صغيرين يقول لك فلان وفلان وفلان فرقه 14 دول 4 سنين في الفرقه الكبيره، فرقه 15 فيها كذا. فانت تعمل الدمج ده. طب ادمج الفرقه الكبيره وخلي الفرقه الصغيره اللي لسه فيها اعمار ال 13 وال 14 وال 15 او على الاقل تقدير، خلي الوضع السنه دي كده لو انت عايز عشان تشوف تركز، واعمل القوائم قليله بدل ما بتايد. يعني السنه اللي فاتت مثلا على سبيل المثال 2002 كان في 34 ولد متايدين، فكان صعب على المدرب يجمع اللعيبه دي كلها ويديهم ويركز ويعمل. بيجي لك ناس من كل مصر، وخصوصا مرحله تعليم. بالظبط. فانت اعمل القائمه بتاعتك اكتفي ب 22 لعيب. هتبقى كده في كل فرقه خفضت بتاع 12 13 لعيب اللي هم كده كده انت شايفهم ان هم بره السكور، ما بيلعبوش بقى لهم فترات كبيره، فيعني مش على المستوى. حل كويس. انما امشي لعيب كان بيلعب السنه اللي فاتت بطوله جمهوريه ونسبه اشتراكه 70 و80% اقول له مع السلامه من غير ما اشوف انا. المشكله ان انا ما اديتش فرصه كمان ان انا اشوف. عشان كده دكتور عمرو بدا يتراجع في القرار. بدا يتراجع دلوقتي وفك دلوقتي رجع مسابقه 2000. وفي نفس الوقت سمعنا ان هو خلاص في مسابقه 3 و4 2003 و2004 هتبقى برده منفصله. فاضل 2002 سمعت برده انها ترجع. مش عيب ان انا ارجع في القرار خالص للمصلحه خالص. اكيد. لان ده مش هيقلل من اللي موجود، لان الموجود معروف قيمته واسمه يعني. بالظبط. فدي حاجه مهمه عشان ما نرجعش نندم
السنين فاكر القديمه قوي، مؤمن زكريا ماشي والنني ماشي ورجعنا اشتريناهم بارقام كبيره. احنا دلوقتي احنا ما تستاهلش بالموضوع ده ميدو. الولاد دي لما طبعا مشت بعد 3-4 سنين تفوقت، رجعت جبتها بارقام، وفي ناس ما عرفتش تجيبها لانها احترفت بره زي النني. فانا بحذر من دلوقتي لان انا في المجال ده بقالي فتره كبيره وعارف مستوى لعيبه النادي الاهلي. انا بحضر مباريات انت عارف البراعم والمسابقات وعارف المستويات الكبيره. الفرق عندنا في النادي الاهلي على مستوى عالي، بس عايزين عين وصبر، ما تبقاش القرارات يعني ايه مره واحده، عشان ما نرجعش ان نقول اللعيبه دي قرفتنا في الانديه وعايزينها وكلام من ده. بالظبط، لا عندك حق طبعا. واكيد الدكتور عمرو بن مجدي يعني عنده من الخبرات ما يكفيه ان هو يراجع نفسه، وهي غريبه ان الدكتور عمرو دايما بيشوف بعينيه. طبعا الدكتور عمرو يعني انا نفسي اتمرنت على ايديه في السبعينات وطلع لعيبه كتيره جدا للفريق الاول للنادي الاهلي. بالزبط. فاعتقد ان السنه دي انا عارف ان الوقت كان ضيق بالنسبه له، انما يقدر يخلي الوضع كما هو عليه ويقلل في القوايم. حلوة فكرة جميلة جدا. لا يخسر طبعا، يعني هيخسر حاجات يعني هيبقى وصل اللي هم اللي فعلا بالزبط. مش على المستوى اللي احنا بالزبط. انت عارف ان احنا كل فرقة في النادي عشان التأييد كبير فبيبقى في ناس مجاملة. مش عايزين يعني لا لازم بص كل نادي يا كابتن لازم هيسيب مكانين انت الله ينور عليك. فمشي الأربعة خمسة اللي موجودين في الآخر وخفض العدد، هتركز كويس في التمرين. المدرب هيقدر يمرن 20-22 بدل ما بيمرن 34 و35. هتدي فرصة للولاد انهم يلعبوا مسابقات رسمية، لأن بالزبط. انت عارف بالزبط. ان المباريات الودية اللي بتتعمل لو 20 مباراة ودية ما بتجيش بربع ساعة مباراة رسمية. بالظبط بالظبط. فأأمل يعني إن دي حقيقة فعلا الموضوع ده يتاخد بعين الاعتبار أكيد يعني. أكيد وأكيد برضه الدكتور عمرو مجدي يعني لسه يعني طبعا مش جديدة عليه، بس لسه السنة دي يعني في نادي الأهلي. بالظبط. فأكيد عايز وزي ما بقول لك إن هو من القيمة الكبيرة إنه لو غير القرارات برضه معروف مين الدكتور عمرو بن مجدي. لا أنا بغير الأحسن للصح بالزبط. لأن كمان ابتدى يشوف الولاد بعينيه فقال لا ما ينفعش، لا يبقى انا هرجع على فين. لما شاف الولاد بتوع 3 و4 قال لا معقوله دول هيمشوا مرجع. عشان كده انا بقول لك انا استغربت الدكتور عمرو، لان الدكتور عمرو دايما بيشوف بعينيه وما بيسمعش. صحيح بالظبط. ودي حاجه اهم بالزبط. حاجه طبعا. وما ننساش ان معاه طبعا طبعا محمود صالح وخالد جد الله طبعا، يعني حاجه جميله. الاثنين قيمه كبيره طبعا. ومحمود صالح بقى له 3-4 سنين في القطاع فعارف وشايف يعني. اكيد اكيد يا كابتن. يعني قول لي نواقص النادي الاهلي في المراكز كلاعيبه. النادي الاهلي عايز ايه؟ عايز يدعم ايه؟ اكثر المراكز اللي محتاجها ايه؟ بص انا عايز اقول لك حاجه. النادي الاهلي عايز ستوبر على مستوى عالي قوي. مساك. اوكي. على مستوى عالي. يعني لا يقل اهميه. انت عارف اي مركز في الملعب دلوقتي هو مركز مهم. طبعا. مفيش حاجه اسمها والله احنا نجيب بس مهاجم عشان مش عارف ايه، ما ينفعش ان انا يعني انا شايف مثلا ان في الطرف الشمال ده او اللعيب الاشول في النادي الاهلي بقى كتير قوي. على عكس مثلا الهاف الديفندر او المساك. المساكين مش موجودين، وخصوصا بعد ما حجازي مشي. هي اكتر نقطه شاغله الراي العام الاهلاوي او الشارع الاهلاوي. طبعا. هي نقطه المساكين، لان واعتقد كمان شاغله دماغ الكابتن حسام بدري. دي لا تقل يا ميدو عن راس الحربه اللي احنا لازم نكون عارفينه، وانت عارف كويس قوي. الفرقة اللي بتدافع كويس بتكسب. الفرقة اللي ما بتدافعش كويس بتخسر. أكيد. مهما كان. فالحتة القلب دي عندنا مع احترامي طبعا للموجودين اللي على مستوى عالي. انما انت بتبني دلوقتي فرقة. بالظبط. يعني هنيجي نبص مثلا على نجيب، انا معلش انا بركز على الحتة دي عشان الحتة دي مكاني يعني. نجيب خدم النادي الاهلي فترة كبيرة ولعيبة على مستوى عالي، بس نموذج للالتزام. احنا بنتكلم برضو ان ابتدى لازم بالظبط ناس تانية صغيرة. مش سنة الحياة. بالظبط. سعد سمير موجود، رامي ربيعة. ورامي انا عايزه يهتم بنفسه اكتر من كده، لان رامي البدايات بتاعته كانت اقوى من دلوقتي. عشان برضو نتكلم واحنا بنتكلم في بيتنا. فلازم نتكلم بصورة واضحة. اكيد طبعا. النادي الاهلي عايز سوبر على مستوى عالي جدا. واحد ولا اثنين يا كابتن؟ السوبرين. السوبرين، لان انت عندك النادي الاهلي بطولاته كتيره والعدد قليل. احنا واي اصابه كل من اللعيبه اللي موجوده طبعا، سعد بقيمته ونجيب وربيعه ورامي، يعني طبعا حاجه جميله جدا، لكن العدد قليل قوي على حجم او ضغط المباريات. عشان كده كابتن محمد حشيش بيقول عايزين اثنين. وارد يكون في اصابات وبيحصل، لان الموسم بيبقى طويل جدا والمباريات
قريبه من بعضها ومضغوطه وكذا بطوله بتشترك. انت لغايه النهارده الموسم بتاعك ما خلصش، انت داخل في بطوله عربيه بالزبط. وبعد كده هتكمل في افريقيا مستمر وكاس. انت مش مريح، وكاس مصر، وكاس مصر مش عارفين هتلعب ولا مش هتلعب. بعد كده على الدوري الجديد، تخش بعد كده على الدوري الجديد لازم يبدا بدري عشان لازم يخلصوا بدري قبل كاس عالم السنه اللي جايه. الله يكون في عونهم. فانت بتتكلم انت عايز جيش من اللعيبه ومش اي لعيبه، مش اي لعيب. يعني لازم النادي الاهلي يبقى عنده، ودايما احنا بنقول الفرقه اللي بتاخد بطوله لازم تكون الدكه بتاعتها قويه بالظبط، ودكه جامده ما بتتاثرش بالعيب. ما ينفعش مساك النادي الاهلي يتصاب ومش موجود الماتش الجاي يحصل دروب اكيد. ونص الملعب انت محتاج برضو ديفندر على مستوى عالي. ما احنا خلاص احنا جبنا دلوقتي بقى، يعني بقى عندنا ما شاء الله كتير، عندنا اكرم وعندنا حسام وعندنا هشام محمد وعندنا نبتدي بقى يا ميدو ايه السلية، نبتدي نلاعب الناس عشان كله يبقى على مستوى واحد وبعد كده اختار ما يبقاش الفرق بين ما تقلقش منها يا كابتن. ايوه على ضمانتي بقى بالظبط كده، لان دي مهمه جدا جدا عشان ما يبقاش واحد بيلعب والتاني بعيد قوي هتجيله ظروف. هيبقى هي دي بقى دي في حته يعني في زي ما حصل الماتش اللي فات بتاع البطوله العربيه الاولاني، لعيبه لسه جديده مخضوضه لسه ما جابتش مستواها والبطوله زي ما احنا بنقول ممكن يكون الماتش الخساره ده لا قدر الله يفرق مع النادي الاهلي بالظبط بالظبط. فانت عايز ان اللعيبه كلها تبقى على مستوى واحد اكيد. برضو احنا بنتكلم على برضو راس حربه، لان النادي الاهلي لازم يكون عنده اكثر من راس حربه متفوق وراس حربه على مستوى عالي بالظبط. حاجه كده جامده يعني فاهم ازاي، لان انت عندك دلوقتي بطوله افريقيا ما بقتش سهله خالص. الانديه دلوقتي كان زمان بتعد في افريقيا كلها فرقتين ثلاثه، ترجي اسك ساحل العاج كوتوكو مش بس. دلوقتي بقت انديه احنا بتتفرج جميل على البطوله الافريقيه من الدور الاولاني، فرق بتخبط فيك من الدور الاولاني ما تكسبهاش بسهوله زمان. يعني احنا كنا على بال ما بنوصل مثلا اقول لك ايه ما نخش بقى دور الثمانيه والاربعه تبتدي المباراه تقوى شويه، لا دلوقتي من اول دور ممكن تخرج بره بالظبط. الموضوع اختلف كليا تماما كليا ومع كده والناس فكرها لسه ما اختلفش. النادي الاهلي ماليش دعوه، لا النادي الاهلي لا، لكن الموضوع اختلف والله. بس النادي الاهلي ما شاء الله لسه يعني لسه ما شاء الله يفضل لازم ناخد الموضوع باكثر احترافيه اكتر عشان نقدر نكمل ونكون على قد طموحات جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي ما بيرحمش. طب ما تيجي لا بيرحم لعيب خالص ولا بيرحم جهاز ولا بيرحم ايه رئيس نادي ولا بيرحمني ولا بيرحمنا بس جمهورنا على دماغنا طبعا يعني طبعا. انا مهما اساس النادي الاهلي مهما يعني انا كمان شخصيا انا مهما الناس تتكلم على دماغي من فوق الا الجمهور. انت عارف يا ميدو انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا دايما اقول المقوله دي، كل عناصر اللعبه بتتغير الا الجمهور. الجمهور هو السبب اللي ربنا حاطه عشان يشهر الناس يا كابتن. رئيس نادي بيتغير بالظبط، جهاز فني بيتغير، لعيبه بتتغير، اجيال بتتعاقد، كل حاجه بتتغير الا الجمهور. بيفضل من اول خلاص انت طلعت اهلاوي بتفضل لغايه اخر نفس فيك بتشجع، وبيمر عليك بقى شوف اجيال من الرؤساء الانديه والاجهزه واللعيبه اكيد. فهو نمره واحد اكيد، نمره واحد هو جمهور النادي الاهلي. عشان كده بقول لك الجمهور ده مهما يعمل هو على دماغنا من فوق، لان صحيح. هو الوحيد اللي مش مستفيد باي حاجه غير ان هو بيحب نادي، وكمان يعني كفايه اللي ماتوا علشان النادي طبعا. يعني وما تنساش حاجه كمان مهمه، مفيش احسن من كده في الدنيا. جمهور بصراحة. النادي الاهلي جمهور غير جماهير الانديه الثانيه بالظبط. وبعدين جمهور النادي الاهلي مظلوم الفتره اللي فاتت دي كلها لانه بيحضرش ماتشات النادي الاهلي وبيحضرها يعني كده على استحياء بيتحدد له عدد معين، مش زي اللي قبل كده 80,000 و100,000 اهلاوي بيبقوا موجودين فيعني بيشجعوا النادي قدام الشاشات. اكيد يا كابتن اكيد. يعني هسالك على ترتيب المهاجمين في النادي الاهلي، بحس ان حضرتك اتكلمت عنهم ازارو، عندنا عماد متعب، عندنا تمام مروان، عندنا عمرو جمال، عندنا اجاهي بيتصنف كمهاجم لو احتاجته. هسالك بس هنطلع فاصل، وقبل ما اطلع الفاصل هاكد على كلام الكابتن محمد حشيش ان الجمهور هو الوحيد اللي ما يتزعلش منه مهما عمل، وهو على دماغنا من فوق، واللي يتكلم عليه احنا بندوس على دماغه. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول.